يعني هنحاول نفهم الموقف عسكريا من العميد محمود محي الدين الباحث السياسي في الأمن القومي. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني تلخيص المشهد النهاردة، احنا بنسمع بيانات من إسرائيل وبنسمع بيانات من المقاومة، كل يقول أنه يعني إسرائيل بتقول لك توغلت حتى صلاح الدين، حتى وبتنشر فيديوهات زي ما احنا هنشوفها دلوقتي على اللي هي موجودة خلاص على الشط البحر، والمقاومة بتقول لك لا لقد أوقفنا التوغل. اشرح لي الموقف كما تراه. الموقف حضرتك في اطاره العام العسكري، العمليه العسكريه زي ما اشرت في لقائي السابق مع حضرتك ان العمليه العسكريه صدر بها الاوامر واعطي التوجيه السياسي لوزاره الدفاع بالتنفيذ فعلا. والعمليه العسكريه هي عمليه عسكريه متدرجه زي ما شرحنا سابق على الخريطه التفاعليه. الجانب الاسرائيلي دي المرحله الثانيه من مجمل حاله اعلان الحرب اللي هو الدخول البري من خلال مفارز ومقدمات لقوات ونقاط قتال خارجيه بغرض فتح ممرات وتكوين نقاط ارتكاز حتى يفتح المجال فيما هو قادم لتقدم القوه الرئيسيه بغرض عزل الجزء الشمالي من قطاع غزه اللي هو شمال وادي غزه حتى حدود اسرائيل مع غزه، وبالتالي ساحه للبحر من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب. ما حدث اليوم هو اول قطع طريق او محور صلاح الدين، وهو الطريق الرئيسي الواصل من شمال القطاع الى جنوبه، ثم الوصول الى طريق البحر نفسه اللي هو طريق رقم 4. وقام الجانب الاسرائيلي بالوصول الى هذه النقاط فعلا، ولكن هو وصل لهذه النقاط بغرض جمع المعلومات، وحصل على احد الاسرى بالمناسبه في عمليه التوغل اليوم، ثم عاد مره اخرى لنقاط ارتكاز. فعملية الدخول حضرتك هي عملية دخول متدرجة، وعندما تتقدم القوات الإسرائيلية هي بتتقدم بغرض تنفيذ أعمال الاستطلاع بقوة والحصول على معلومات والعودة مرة أخرى. فحالة الكر والفر من خلال مجموعات القتال الخارجية اللي بيدفع بيها الجانب الإسرائيلي واللي بتواجهها أيضا المقاومة في بعض الأحيان هي حالة مستمرة حتى يتم تحديد محاور الدخول أو التحرك أو محاور القطع للقطاع فيما يتعلق ب يعني تقسيمه الى مناطق عمليات الى ان تتاهب القوه الرئيسيه للدخول في هذه المنطقه. فالعمليه العسكريه هي عمليه متدرجه وهي مستمره، والتوجيه السياسي الاسرائيلي في المضي قدما في هذه العمليه لم يتغير، ولم يحدث اي شيء يمنع الجيش الاسرائيلي حتى الان من المستوى السياسي لتنفيذ هذه العمليه. الجديد حضرتك اتفضل. الجديد حضرتك أن غرفة العمليات المشتركة التي تدير العملية في قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية أصبحت الآن تدير هذه العملية من داخل قطاع غزة وليس من خارج قطاع غزة. فأصبح هناك الآن مراكز عمليات متقدمة داخل القطاع هي من تقوم بتوجيه الطائرات الهليكوبتر. أول مرة نشوف الأباتشي النهاردة بيضرب طائرات بدون طيار، بتضرب طائرات الاف 16 باعتبارها هي طائرة تكتيكية تستطيع أن تغير على اهداف ظاهره او واضحه دون الحاجه الى الطائرات القاذفه زي الاف 35 او الاف 15. فالنهارده اصبحت الحاله داخل قطاع غزه هي حاله لا تبشر بهدوء ولا تبشر بخير، بالعكس الجانب الاسرائيلي يمضي قدما في تنفيذ العمليه ويمضي قدما في فصل جزء من القطاع اللي هو منطقه الشمال والشمال الشرقي، شمال منطقه وادي غزه كما شرحنا على الخريطه التفاعليه في اللقاء السابق. والقوات البحرية الإسرائيلية الآن هي تحاصر الشواطئ في غزة وتدفع طوال الوقت بمحاولة تنفيذ أعمال اختراق من خلال لواء الوحدات الخاصة الإسرائيلي على شاطئ البحر. فيما يتعلق بإجراءات المقاومة، المقاومة تنفذ أعمال الدفاع النشط، هي تواجه التقدم أو التوغل الإسرائيلي طوال الوقت، ولكن القدرة النيرانية للجانب الإسرائيلي واحتياجه الدائم والدعم الدائم من الطيران بكل تأكيد له تأثير بنسبة كبيرة جدا سلبي على الجانب الفلسطيني، والجانب الفلسطيني ستظهر بطولاته عندما تتواجد المدرعات اخوات المشاة والمدرعات داخل المباني او داخل الكتل السكنية، وهذا ما يتحسب له الجانب الإسرائيلي هو الدخول والخروج من المناطق السكنية والارتكاز على
اطراف المناطق السكنيه في منطقه الاحراج والمنطقه الزراعيه في شمال وشمال شرق القطاع. شكرا سياده العميد محمود محي الدين، باحث سياسي في الامن الاقليمي، على هذا الوصف.